يعني القادة العسكريين عندهم نظرية دايما بيقولوها ان من السهل جدا ان تبدأ حرب ولكن من الصعب جدا ان تنهيها. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت أفغانستان وقعدت فيها فوق العشرين سنة ولم تستطع القضاء على حركة طالبان، غرست قدماها في وحلة وفي مستنقع لم تستطع أن تخرج منه على الإطلاق. إلى أي مدى يمكن أن يتطبق هذا الأمر مع قطاع غزة؟ يعني بالطبع بينطبق بشكل 100%. لماذا؟ أولا إسرائيل دولة احتلال، وطالما هناك احتلال لابد أن يكون هناك مقاومة، وهذه مقاومة مشروعة بالقانون، لا يمكن أبدا لسياسة القوة أن تقضي على المقاومة، ده هذا تجربة التاريخ. الأمر الثاني حروب المدن حروب مفتوحة حروب طويلة، يعني من الصعب لأن غزة هناك طبعا تحت الأرض أنفاق كثيرة في كثير من غزة، هناك تحصن فيها، وإسرائيل خبرتها كل حروبها حروب خاطفة، حروب جوية، قصف، احتزاز ضربات خاطفة، سياسة الأرض المحروقة، الأحزمة النارية، لكن الحروب البرية الطويلة إسرائيل لم تختبر غير قادرة عليه. لماذا؟ أولا هناك تكلفة بشرية عالية، يعني معظم من يقاتلون في الجيش الإسرائيلي الآن جزء كبير منهم من الاحتياط، هم لم يعني يختبروا من يعني كانوا ومن موظفين كمان. وموظفين يعني لا يختبروا، وبالتالي القوى العامله عدد قليل، وبالتالي اما في المقاومه الفلسطينيه لديه هدفين النصر او الشهاده، ولديه القدره على يعني هو يستشهد من سبيل القضيه، وبالتالي الحروب البريه لاسرائيل ستكون صعبه جدا ومكلفه. الامر الثاني التكلفه الاقتصاديه، تكلفه عاليه جدا، الاسرائيل يعني تقريبا خسرت حتى 50 مليار دولار، يتخسر بمعدل يوميا ربع مليار دولار، طبعا الخسائر المباشره من الاسلحه وكذا، هناك خسائر في السياحه، في الاقتصاد، في الاستثمارات. اسرائيل الان دوله معسكره تماما، وبالتالي التكلفه ايضا بتكلف اسرائيل. صحيح ان امريكا تمول اسرائيل عسكريا، لكن هناك حدود لهذا التمويل، الى اي متى ستستمر؟ وبالتالي كلما طال الوقت وفشلت اسرائيل كلما زادت التكلفه. وانا في توقعي ان اسرائيل ستفشل في تحقيق هدفها، لان اولا من ناحيه اخلاقيه وعدليه الفلسطينيين هم معاهم معاق الحق، هم العداله والشرعيه، حتى لو تم اغتيال قيادات او القضاء على فصائل ستظهر مقاومه مره اخرى، هذه ليست المدخل لتحقيق الامن الاسرائيلي، هو يسير في الاتجاه الخطا. الاتجاه الصح كما دائما تقول مصر ان الذي سيحقق الامن الاسرائيلي والمواطن الاسرائيلي ويضمن تعايش طبيعي في المنطقه وازدهار هو السلام العادل والشامل. يعطي الفلسطينيين حكومه المشروع دوله فلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه حدود 67، هذا الذي يحقق الامن والاستدامه في الاستقرار. اما عن سياسه الامر الواقع حتى لو انتصر جوله في النهايه ستستمر دوامه الصراع. خمس جولات لم يتعلم الاسرائيليين او الامريكان الدرس من هذا الامر. ماذا يعني اسرائيل لمن؟ ماذا بعد ان تقتل يعني الان 16000 اكثر من 16000 شهيد فلسطيني معظمهم الاطفال والنساء، مشاهد لم نراها حتى لم نراها حتى منذ الحرب العالميه الثانيه او حتى في الحرب العالميه الثانيه، مشاهد دائميه يعني حتى بقى تحرك الضمير، حتى يعني اي انسان عاقل وسوي لابد ان يتاصى. 50000 مصاب، نصف مباني غزه تم تهدمها، مانع الكهرباء والدواء والغذاء، اي شرف واي انتصار عسكري يمكن ان يكون على جثث الاطفال الصغار. وبالتالي اسرائيل خسرت استراتيجيا، خسرت اخلاقيا، خسرت اعلاميا، اصبحت دوله منبوذه، كانت تقدم سرديه للعالم في العقود الماضيه انها الدوله المتحضره المتقدمه وسط غابه من يعني من الـ من الـ يعني من الاشرار كما تقول. الان العالم يشاهد بالصوت والصوره صحيح. ماذا يحدث للاطفال الصغار، الاطفال الخجل، وبالتالي هنا بدات اسرائيل فعلا هي الخاسر. حتى لو حققت بعض الانتصارات العسكريه، حتى لو دمرت غزه، حتى لو قتلت يعني عشرات الالاف، في النهايه هي الخاسر. اولا لن تقضي على المقاومه الفلسطينيه لان الشعب الفلسطيني لديه حقوق مشروعه، طالما استمر الاحتلال ستستمر المقاومه. وبالتالي هنا دائما هي فكره المقاربه المصريه، هل المقاربه العسكريه وسياسه الامر الواقع ويعني وتدمير غزه ويعني اشعال الحراك في الضفه ويعني واكثر من 300 شهيد فلسطين في الضفه حتى لم 7 من اكتوبر واعتقالات وهدم البيوت وتجريفها يعني وتدمير بنيه اساسيه، هل هذا سيحقق الامن الاسرائيلي؟ المشكله الان ان هناك حكومه متطرفه في اسرائيل هي تقود المنطقه للهويه، هي حتى تقود اسرائيل الى الجحيم، يعني هي لم تتعلم الدرس. كل دروس التاريخ تقول ان اي احتلال وان حروب المدن والحروب البريه لا يمكن ان تقضي، في افغانستان، في العراق، في كل تجارب التاريخ هم لم يتعلموا من الدرس. وبالتالي الان هناك مقاربات مصريه، مقاربه عربيه، فكره الحل الشامل، يعني ازاله هذا الصراع من جذور، يعني ان الاوان كما قال الرئيس السيسي 27000 فلسطيني دفعوا شهيد من على مقدار الجولات الصراع الماضيه حتى الان. وبالتالي هذه الحكومه المتطرفه وكان متوقع لها منذ تولد في نوفمبر الماضي السلطه في اسرائيل سموتريتش وبن غفير، وهذا الخطاب الاستئصالي والخطاب العنصري ولا يوجد ما يسمى الشعب الفلسطيني. نتنياهو حتى الامس يتعهد امام الكنيسة الاسرائيليه وامام حزب انه لن تكون دوله فلسطينيه. طب لماذا يعني ما يعني يصر في السير في هذا الاتجاه؟ وبالتالي سنظل في هذه الدوامه من العنف والعنف المضاد، وسنظل يدفع ثمنه الابرياء والمدنيين. وبالتالي هنا التحرك المصري، التحرك المصري ببساطه الدرس المستخلص من هذا الدمار وهذه التجربه وهذا الصراع وهذه المواجهه، فكره معالج المرض وليس العرض. المرض ماذا؟ مرض انهاء الاحتلال،
وقف العدوان على الشعب الفلسطيني واعتراف فلسطين حكومه مشروعه، افق التصفيه السياسيه، لانه طالما استمر الاحتلال، طالما استمر العدوان، طالما استمر غياب افق التصفيه، نظل في هذه الدوام وستدفع المنطقه كل الثمن. وايضا الجانب الامريكي الذي ينادي الحزل الاسرائيلي والخطاب الامريكي على فكره، يعني احيانا الناس تتساءل لماذا اسرائيل تتحدى المجتمع الدولي وتقوم بهذه الجرائم ورغم هذه يعني الغير اخلاقيه، لماذا؟ لان هناك اسرائيل لا يهمها فقط الا الجانب الامريكي، لا تعير اي اهتمام لاي اطراف اوروبيه ولا مجتمع دولي ولا قرارات الا الجانب الامريكي. الموقف الامريكي ملتبس، هو من ناحيه يقول انه مع اسرائيل ومع دافعها واستمرار العمليه العسكريه والقضاء على تحقيق الاهداف والقضاء على حماس وغيرها، ومن ناحيه اخرى يحاول يلطف الصوره بالحديث عن الجانب الانساني، فكره ادخال المساعدات الانسانيه، حمايه المدنيين. يعني هو الان يتكلم عن اداره المعركه وليس استمراريه المعركه، هو مع اسرائيل. وايضا في الهدنه كان يمكن لامريكا، امريكا الطرف الوحيد القادر على الضغط لاسرائيل، لماذا؟ لانها التي تمول اسرائيل، تمول الحمله العسكريه وتدعمها سياسيا وتحميها قانونيا في مجلس الامن الدولي. والموقف الامريكي ايضا يقع خطا استراتيجي، الان نتكلم عن تطورات في المنطقه، هناك استهداف في امن البحر الاحمر، هناك يعني احتمالات توسع الحرب، وبالتالي هذه السياسه الاسرائيليه العدوانيه والحيز الامريكي هو بيقود المنطقه الى الاشتعال، يعني بيعطي الفرصه لاطراف وتنظيمات لاستغلال هذه هذا الصراع وهذه المشاهد الدمويه لتحقيق افعال، وبالتالي ليس في مصلحه امريكا ولا في مصلحه اي طرف ان يتم هذا الاشعال، وبالتالي المنطق الامور يقول كما قالت الرؤيه المصريه ببساطه، يعني معضله واضحه على المستوى السياسي، لابد من حل هذا الصراع، طالما هذا الصراع موجود الشرق الاوسط لن ينعم بالاستقرار. النقطه الثانيه، القيادة المصرية أوضحت على الجانب السياسي رفض التهجير القسري، لأن التهجير القسري يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولذلك وضعته كخط أحمر، وهناك الآن توافق أوروبي وتوافق دولي مع الرؤية المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر.